ولد عبد الفتاح الأسري صاحب أشهر الإفيهات في تاريخ السينما المصرية في شهر إبريل عام 1905 في منطقة الجمالية، كما نشأ في عائلة ثرية تعمل في تجارة الذهب. والتحق عبد الفتاح الأسري في طفولته بمدرسة رهبان الفرير فأتقن اللغة الفرنسية، وكان عبد الفتاح الأسري يعشق الفن ويرغب بالعمل به منذ صغره، وهو الأمر الذي رفضه والده بشدة، فكان يريد أن يدير ابنه أعماله. ولكن عبد الفتاح الأسري كان له رأي آخر، حيث أصر على دخول عالم الفن، فقرر والده معاقبته وحرمانه من الميراث، فلم يهتم عبد الفتاح الأسري وذهب في الطريق الذي يحبه. تخرج عبد الفتاح الأسري في مدرسة القديس يوسف، وبدأ أول سلمة في عالم الفن من خلال الالتحاق بفرقة عبد الرحمن رشدي، ثم فرقة عزيز عيد وفرقة فاطمة رشدي، وبعدها التحق بفرقة نجيب الريحاني التي كانت انطلاقة كبيرة له في عالم الفن والشهرة، فأصبح صاحب أشهر إفيهات ومن ضمنها يا صفايح الجبنة السايحة، يا براميل القشطة النايحة، وانتي ست ده انتي ست أشهر، وكلمتي لا يمكن تنزل الأرض أبدا. ويعتبر فيلم ابن حميدو من أشهر أدوار عبد الفتاح الأسري مع الفنان إسماعيل ياسين الذي شاركه في الكثير من الأفلام. وفي مشهد عظيم لا ينسى على خشبة المسرح، ظل عبد الفتاح الأسري يصرخ بأنه أصبح لا يشاهد شيء في إحدى مسرحياته مع الفنان إسماعيل ياسين، حيث ارتفع ضغطه ونقل لمستشفى الدمرداش، ليتفاجأ الجميع بعدها بأنه قد أصيب بالعمى، وهذا كان من الأسباب التي أدت إلى انفصاله عنه زوجته التي كانت لا تستطيع العيش مع رجل أعمى، وأنها صغيرة في السن وتزوجت من شاب كان يعطف عليه الأسري ويعمل بقال تحت منزلهم. عند مرضه الشديد وفقدانه للذاكرة، قررت الفنانة نجوى سالم والفنانة ماري منيب زيارة الأسري في منزله، ووجدوا زوجته منع عنه زيارات الناس، وقررت الفنانة نجوى سالم نقله لمستشفى القصر العيني، كما قامت الفنانة هند رستم بحمل التبرعات من النجوم لصالح عبد الفتاح الأسري. تم منح شقة بمساكن الشرابية من محافظ القاهرة بعد طلب عدد من النجوم زملائه شقة خاصة به، كما صرفت له النقابة معاش قدره 10 جنيهات شهرية، وظلت شقيقته بهية ترى وتقف بجانبه حتى رحل عن عالمنا، تاركا وراءه العديد من الأعمال التي لا تنسى في تاريخ السينما المصرية. ورحل في يوم 2 مارس من عام 1965. قررت المحافظة هدم المنزل الذي كان يعيش فيه عبد الفتاح الأسري، ليضطر للانتقال والعيش في غرفة بسيطة جدا لتتغير حياته رأسا على عقب. وبعدها تزايد مرضه وشعوره بالتعب بشكل كبير جدا، حيث أصيب عبد الفتاح الأسري بتصلب في شرايين المخ وفقدان للذاكرة، ونقل إلى المستشفى ورحل عن عالمنا بعدها، ولم يحضر جنازته سوى عدد قليل جدا من الأشخاص. قدم عبد الفتاح الأسري أعمالا كثيرة مهمة في تاريخ السينما المصرية، ومن ضمنهم سكر هانم وكلبة إبريل، لو كنت غني، سي عمر، لعبة الست، بنت المعلم، ليلة الدخلة، فيروز هانم، حماتي قنبلة ذرية، وحسن ومرقص وكوهين، والآنسة حنفي، وابن حميدو.